وعندي سؤال تاني، وانا عرفت ان انتي بتتدربي مع محامين او محامي. انا نزلت فعلا فترة الدراسة، انا نزلت بعد تانية حقوق. طيب احنا نقول ايه للشباب او للطلاب، يقدروا ازاي يوصلوا ان هو يتدربوا، او استفدتي ايه من التدريب؟ هو هيقابلوا عقبات طبعا كتيرة جدا، اولها التعامل مع الموظفين، ايوه طبعا، لانه يعني هتلاقي عقليات مختلفة بقى، ويعني احنا عارفين المؤسسات الحكومية بيبقى ايه الوضع فيها والموظفين فيها عاملين ازاي. بس كل واحد بالنسبة لفترة التدريب خلال الدراسة، كل واحد هو معيار نفسه، كل واحد يقدر أكيد يحدد هو صح. هيستفيد اكتر خبرة عملية ان هو ينزل مثلا مع محامي ويتدرب معاه، ولا يفضل مثلا ان هو يستفيد في القراءة ويكتسب خبرة اكتر من القراءة، وبعد كده لما يتخرج بقى يبقى ينزل مع انا محامي او يتدرب شايفه معاه. وجهه نظري يعني ان هو يتدرب عملي احسن، لان المحاماه مهنه مش سهله، كلها قوانين، والاحتكاك بالواقع بيدي خبره. دي ده رايي، حقيقة. انت ايه رايك؟ بس انا نزلت الحقيقة، انا يعني الموضوع ده نسبي، كل واحد يقدر يحدد هو ممكن يكتسب الخبرة بتاعته ازاي. كمان انا بالنسبة لي وفر لي وقت كتير ان انا نزلت فترة الدراسة، انا في حاجات كتيرة ألميت بيها، مش مستنية لسه ان انا اتخرج، و الاجراءات ازاي اعمل معارضة، ازاي اعمل استئناف، ازاي اقيد قضية في الجدول، ازاي لو المرافعة مثلا عدت ازاي نكتب طلب فتح باب مرافعة. كل الحاجات دي انا اكتسبتها. في ناس ممكن تقول لك لا، انا ممكن اكتسبها من خلال ان انا اقرا في كتب برضو، يعني تمام الموضوع نسبي. يعني مدة التدريب المناسبة قد ايه من وجهة نظرك؟ انا شايفة ان هو من 6 شهور لسنة مناسبة جدا، ويقدر يعرف فيها كل الاجراءات، يعني الاجراءات اللي هو ممكن يكتسبها من الخبرة العملية. الموضوع بيبقى نسبي بقى من شخص للتاني، في ناس تلم بالموضوع في 6 شهور، في ناس تقعد تنتظر سنة، يعني الموضوع نسبي. نفسك